بالنسبة للسفر، السفر في الصوم باختصار شديد، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والكلمتين دول للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور اللي أنا قلته ده كلام النبي. حديث جميل قوي لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم جدا، كان حمزة الأسلمي كثير الصوم جدا، فعاوز يصوم حتى في السفر. فبيقول للنبي: يا رسول الله، أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفيه رواية تانية، سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصوم في السفر، إني أجد بي قوة على الصوم في السفر. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني بقول له: فهل علي جناح؟ إني أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ علي إثم إن صمت وأنا سافر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى ما فيش حرج عليك. طب إن سألتني عن الأفضل، لا ده سؤال تاني، إن سألتني طب أيهما أفضل يا مولانا، أصوم ولا أفطر؟ والجواب في كلمات رقيقة جدا لعمر بن عبد العزيز، قال: أفضلهما أيسرهما. يا سلام، أفضلهما أيسرهما. فإن كان الصوم يسيرا عليك فهو الأفضل، وإن كان الصوم شقا عليك فالفطر أفضل من فضل الله. شايف رحمة الأم، رحمة الله لهذه الأمة، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة.